بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا حبايبي. إن شاء الله النهاردة هنعمل ويا بعض، هنسيح السمنة البلدي الزبدة اللي إحنا شاريينها كده، هنسيحها على النار لما تصفى معانا إن شاء الله وتعمل لنا السمنة البلدي اللذيذة الجميلة دي اللي إحنا بنشتريها من بره مش قلفة، لا وما إنتيش ضامنة هما حاطين فيها. لا احنا هنسيح الزبده اللي احنا بنشتريها ديت البلدي وايه نطلع منها برضو دي في بقري وفي جاموس، انت بقى براحتك يعني اللي بيحبها دي يجيبها واللي بيحبها دي يجيبها، هنسيحها مع بعض ونمشي خطوه خطوه برضو. بالله ديت المرته جميله ودي السمنه يا حبايبي، دول 2 كيلو مسيحها معاكم، هنمشي بخطوات واحده واحده مع بعض. السمنه البلدي حطها على نار هاديه اهي وحطها اهو، دول هسيحها بقى تصفيها السمنه عشان ايه محطهاش كده يعني محتاجاها للطبخ، وجاي معانا شهر رمضان يبقى انا ايه محتاجاها للاكل، هسيحهم اهي براحتها مهديه النار عليها، هتاخد وتدي مع نفسها كده لحد ما دول يسيحوا خالص وتصفى، وهوريكم برده كده درجه درجه كده، هي بتاخد وقت بس عشان تجيب معاكي سمنه نظيفه سمنه صافيه على نار هاديه وتسيبها تاخد راحتها ماشي. ودي ما شاء الله عليها سمنه يعني نظيفه كده اصلية كده، مش حاجة مصانع ولا حاجة، لا بتبان يعني من لما بتيجي تسيحها كده بتبقى باينة ماشي. حابب معاكم واحدة واحدة برضه كده يا حبيبي، فكت بحالها اهي بس لسه، اوعي تقولي ده كده بقى سمنة اهي وتدفع لها كده في ساحة، لا ده لسه كل الرغاوي دي كل التقل ده اهو هيبقى سمنة، كل ده هيصفى يا حبايبي خالص وهتبقى سمنة صافي، وساعة ما كده هوريها لكم. انا معاكم واحده واحده، انا حبيت يعني اقول لكم ده اهي، ما تطفيش بقى وتقولي لا ده بقى سمنه، لا ده لسه ولسه كمان، ده انا مهديه عليها خالص يعني تاخد ايه شويه كده ماشي يا حبايبي. والف سلامه. هي يا حبايبي بدات تصفى خالص اهي، تبقى عامله زي المي زي السمنه بقى، ما بتيجي تسيحي اي سمنه انت شاريها من بره بتيجي ايه تسيح تعملي رز تعملي حاجه بتلاقيها ساحت كده في الحله، اهو دي برده اهي وما شاء الله سمنه نظيفه يعني مش عامله حاجه اهي، شوفي هي كانت عامله ازاي، كانت عامله زي بسم الله ما شاء الله يعني عليها مساحات كده زي القشطه كده رغاوي، لا ما شاء الله عليها الله اكبر الله اكبر ساحتها اهي، هتطلع احلى شويه سمنه. حطيت لها يا حبيبي شويه ملح ودقيقه كده وهطفي بقى على اهوت، بس ايه ما تخافيش عليها، هي كل ما تطيب معاكي حلو تقعد معاكي على قد ما تقعد، شويه ملح وتحطهم في قلبها ما يخلوهاش يجرى لها حاجه، برطمانات كده وبتعبها ما بيجراش لها اي حاجه، اللي تحت هتلون اهي متخافيش عليها خالص، شويه كمان كده لسه على ما تطيب حبه كمان، وبعد كده بقى هصفيها هطفي يا حبيبي عليها بقى، وساعه ما تبقى ثبتت معايا كده بقت حلوه هوريها لكم برده، اللي تحت طيبة اهي خلاص كده ما فيهاش حاجه، هطفي كده بقى يا حبايبي السمنه سخنه خالص اهي، وانا بحمر في المره كده ايه افضيها مع احسن عشان هي ما تكبش مننا خالص. يا حبايبي اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، يا رب كل مره وانتم بالف خير اهو يا حبايبي، انا سبتهم ما بيرد بقى خالص اهو بقى اهو بسم الله ما شاء الله دخلت على سمنه، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، يا رب دايما كده على حسن ظن.